متابعي قناة متى ذهنك الأعزاء، إن كل ما ينقل عبر قناتنا لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر القناة، بل هي فقط أخبار منقولة من مصادرها. أهلا بكم. هيفاء وهبي تهاجم ميشيل عون ومناصريه، كلمتين مقطشين وسكر لتمك. أطل منذ قليل رئيس الجمهورية ميشيل عون وأتى خطابه باهتا ودون المستوى، لأنه لم يلبي طموحات الناس الذين يتظاهرون منذ 8 أيام ضد الطبقة السياسية الفاسدة. هيفاء وهبي هاجمته وكتبت: كنت متوقع خطاب يضاهي أهمية الثورة، معليش دولة الرئيس، 2 مليون نسمة، 8 أيام بالشارع، وآخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش، ما زادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير أكتر وأكتر. لا يزال مئات آلاف المواطنين يتظاهرون ضد الحكومة ويطالبون بإسقاطها، وازداد غضبهم بعد كلمة عون.